كتار منكم بيعرفوا شيخ المحشي، بس الباذنجان بالعدس كتير قليل يمكن اللي بيعرفوا. امشوا معي لنحضر الباذنجان، شيخ المحشي وباذنجان بالعدس. من الطبخات التقليدية اللي نحن منحبها كتير، أكثرية العالم بالعالم العربي، وصفة شيخ المحشي. اليوم حنحضرها بطريقتين، أول مرة حتشوفوها بالطريقة التقليدية على طريقتي أكيد، والمرة الثانية حتشوفوا نسخة منها نباتية بس كمان كتير طيبة. وعندنا اليوم بهيدي الوصفة خيارين، فينا يا إما نقلي الباذنجان أو نشوي بالفرن لخيار صحي أكتر. عم بستعمل الباذنجان اللي بيجي حجمه وسط، ما ضروري تكون كتير كبيرة أو الصغير تبع المحشي، بس حتى إذا اضطريتوا وما لقيتوا فيكن تجيبوا وتقصوها بالقياس اللي أنتوا بتحبوه. الشيء الوحيد اللي رح أعمله فيها رح أقصر الخضرة اللي فوق هالشكل، ورح شيل خيوط رفيعة من القشرة بس تأسمح للزيت إنه يتسرب لجوا وتستوي معي من جوا مثل ما من برا. منشيل بس على الخفيف مثل ما شايفين، وبرجع بقطعها بالطول لقطعتين. شايفين ما احلى شكلها؟ هلا هاي اللي بدي استعملها لسلطه العدس. اللي بدي استعملها للحمه حاخذ حبه الباذنجان ونقصرها، كمان رح نشيل قشره بسيطه ومثل ما هي كاملة رح أقليها. هلأ بعد ما حضرناهن رح نبلش نقليهم بالزيت، ومثل ما قلت لكم عندكم خيار تاني إنكم يا تدهنوهم بشوية زيت وتحطوهم بالفرن أو ترشوهم بسبراي الزيت الأناني المتوفرة بالسوبر ماركت. أنا هون حطيت زيت خفيف ورح أقليهم فيهم على كل الجهات حتى يتحمروا. خلصنا قليون، هلا هني قد ما طيبين فيكم تبلشوا هيك تحطوا خبزه مع رشه ملح وبندوره وتاكلوها هيك مثل ما هي. هلا حناخذهم وبس بالمحارم الورقيه نبس شوي الزيت عنهم لنتخلص من اي كميه زيت زياده، وهول تعول السلطه رح احطهم بهيدا الطبق. ما طيب لما ناكلها كثير هيك تعصر زيت، فاحلى انه نحن نكون متخلصين من الزيت الزايد. اكيد كمان على فكره هيدي اللي مع سلطه العدس اللي عم نحضرها كثير طيبه وحلو شكلها بالمناسبات، لما يكون عندكم مناسبه انه تحطوا الباذنجان الكبيره تقصوها بالنص، بس بعدين بدكم تصيروا يعني انتم تقطعوا وتقدموها للعالم هني وعم هني وعلى السفره. اوكي نحطهم هون. في عالم عندهم عشق بالباذنجان، بحبوه كيف ما طبخته كيف ما انطبخ بحبوه. وراي الشباب كلهم عم بيأشروا لي انه انا بحب الباذنجان. هلا حتاكلوا. بنرتبهم بهالشكل وباخذ السكينه، براس السكينه بس بعمل شقوق فيها لحتى تتشرب نكهه عصير الحامض ودبس الرمان لما انا احطه بالسلطه. شهيته ايه؟ بحبوا الكاميرامان والشباب لما بيكونوا معي هون بالتصوير بينطروا مناطره ليخلص الاكل ليدوقوه. حنقطعها وهلا حنبلش نحضر اللي بلحمه لما نحطها بالفرن، بعدين بفرجيكم كيف بتطلع اللي مع السلطه. هلا
هلا الباذنجان اللي بدنا نعملها بلحمه بالفرن رح ناخذها ونشقها بالطول، نعمل فيها مثل جيبه لحتى نعبيها لحمه من جوا. شايفين مستويه لجوا، بنصفهم بالصينيه بالطبق الزجاجي القابل لدخول الفرن. هلا رح فضي هون وبلش بتحضير حشوة اللحمة. هلا بدنا نحضر حشوة اللحمة اللي بدنا نحطها مع الباذنجان. عندي أول شي بصلة رح أقشرها وأفرمها ناعم. البصل فيكن ما تحطوه بس صدقوني كتير طيب وبطيب الوصفة. ابني بيهلكني كل ما في شغلة فيها بصل ما بياكلها، فمرات بستغني حتى ما اقعد انعه، ومرات بفرمها كثير ناعمه، يا بيلقطها يا لا انا وحظي. يلا نفرمها. كثير ناس بيسالوني انه شاف كيف فينا نفرز البصل. البصل بتفرموه ناعم مثل ما شايفين وبتحطوه شوي بمصفايه لحتى يصفي المي اللي بتطلع منه، يعني بس شي نص ساعه. بعدين بتعبوه بالاكياس، الاكياس اللي لها سحاب هيك، وبتحطوه بالفريزر. انتبهوا ما تحطوه بشيء مفتوح لان بيعبق لكم الفريزر والبراد وبصير كله بصل على بصل، فتحطوه بشيء محكم الاغلاق وفرزوه، ووقت اللي بدكم تستعملوه بالوصفه بتفتحوا الفريزر، بتطلعوا الكيس وبتنزلوه دغري على الزيت بالمقلايه، هو والزيت شوي حامي، وبتبلشوا بتقلوه بيعطيكم نتيجه البصل الطازه اللي انتم بعدكم شي فرمينه. فرمها ناعمة البصلة، وعندي المقلاية أنا محميتها، حنزل البصل وأقلي مع دموع. مثل ما شايفين انا عامله الجيبه او الفتحه بالباذنجان، باخذ من الحشوه بحط بقلبها لحتى تتعبى مزبوط. هلا بدي اخذ بندوره، بدي افرمها ناعم وحط طبقه خفيفه على سطحها من فوق بس هيك منظر جمالي يعني للزينه. فهلا بنقطعها، فيكن بدونها وفيكن تحطوا شقف كبيره وفيكن بلا البندوره بالمره يعني، بس انا بدي غنجها اليوم واعمل شيء حلو. هنفرمهم فرم ناعم لحتى يغطوا لي سطح الباذنجانه. هلا بناخذ البندوره نفردها هيك على سطحها من فوق. شوفوا شو حلوه، خبينا اللحمه ما بقى مبين.
هكذا. على فكرة فيكم كمان الحشوة اللي بقيت، هلا أكيد نحن بالبيت بنعمل كمية أكبر، أنا بس هلا عم ورجيكم الطريقة، تفردوا بقية الحشوة بكعب الصينية حشوة اللحمة، لأن هلا لما تغلي مع الصوص هيك بتصيروا بتحطوها على الرز بتطلع أكلة كتير طيبة كتير. نفردها. هلا بدنا نتبل نعمل الصوص اللي بدها تنحط معهم. في عندكم خيارين، يا اما تعملوها صوص حامض مثل اللي انا عم بعملها، او فيكم الخيار الثاني انكم تحطوا لها معجون الطماطم او رب البندوره لحتى يطلع لونه احمر. انا صراحه بحبها بيضة ما بحبها حمراء، فراح نضيف عليها شويه عصير ليمون حامض، بنجرب نمرقهم ليفوتوا بقلب البتنجانه. اوكي هلا نرجع منرش كمان برا شويه حامض، هي طيبة حامضة صراحة، وبنرجع منضيف عليها مي. المي توصل بس هيك تلتة من تحت، عرفتوا كيف؟ ما تكون كتير عليها صوص، وإذا بتحبوا يكون عليها صوص كتير أكيد أنتوا فيكم تضيفوا قد ما بدكم، أنا بحبها تكون هيك بس ناشفة، بحطها مع الرز وباكلها بتطلع كتير طيبة. هلا حنروح على الفرن الحامي على ال 200 تقريبا، وراح نحطها شي 20 دقيقة 25 دقيقة حسب فرنكم لحد ما تصير جاهزة للتقديم. هلا كيف حنحضر النسخة النباتية من هيدي الوصفة؟ العدس هو من الحبوب الغني بالبروتين، فهو اللي حيكون بدل اللحمة، ولنعطيها نكهات طيبة أكثر حضيف عليها خضرة، وهلا بتشوفوا حامض ودبس رمان كثير بتطلع طيبة. هلا أول خطوة حأعملها عندي توم، رح آخذ توم حبتين، أكيد اللي بحب التوم أكثر في حد قد ما بده، أنا مني كثير من الناس اللي معجبين بالتوم يعني، بس ما فينا ننكر إنه بضيف نكهة طيبة على الوصفات. وحعلمكم على طريقة كتير سهلة تهرسوا فيها التوم، حتدعوا لي كل ما استعملتوها لهي الطريقة حتى الجيران ما يعرفوا انتم عم بتدقوا توم بالمبرشة. تاخدوا حبة التوم بتبرشوها وبتنزل عندكم بثانية، بهروسة خالصة. بعد ما حطينا التوم حنحط رشة ملح، ما تكتروا ملح، بنحط عصير ليمون حامض، هنحط كمان شوية دبس الرمان طلع كمان كتير طيبة، صار حامض على حامض، وأخيرا وليس آخرا زيت الزيتون، أطيب شي بالحياة. هلأ هنخلطهم مع بعضهم، منقلبهم. هناخد العدس ونحطه على الصوص اللي أنا حضرته، فيكن تسلقوا أي نوع عدس أنتم بتحبوه، أنا استعملت البني الصغير. منحطهم بقلبها معهم، وهلأ رح بلش ضيف الخضار. عندي بندورة نفرمها ناعم. بالطبخ دايما لما بنتعلم الميزان بلاس اللي هي تحضير مكونات الوصفة لازم يكونوا كلهم بقياس بعض، يعني انا مثلا هون عندي العدس حبته صغيرة فلازم البندورة تنفرم صغيرة، البقدونس كمان ينفرم صغير.
فروم كمان البقدونس ناعم مثل النعناع. وححط كمان البقدونس هون. صارت عندي كل الخضار جاهزة. هلا هنخلطها. هلا رح جيب الباذنجان اللي انا محضرتهم بالصحن لنحط عليهم السلطه. هلا حنوزع سلطتنا على قطع الباذنجان، هيك كل حدا بياخذ قطعه وبحطها بصحنه بالشكل. مثل ما قلت لكم فيكم تعملوها وحده كبيره كمان بيطلع شكلها كثير حلو. هلا هول الفتحات اللي عملناهم فيها رح تفوت الصوص على قلبها. هناخد حبوب الرمان ونزين فيها سطحها. قديه منظرها بشح هيك؟ الشباب عم بيقولوا لي كثير شكلها حلو. هلا حنجيب نعنع مشان الترتيب والاناقه. هيك منحطها بالوسط، وهي النسخة النباتية من الباذنجان اللي عملناه. خلينا نجيب هيديك وتكون صارت جاهزة بالفرن. ومثل ما شايفين طلع الباذنجان من الفرن. حضرنا وصفة تقليدية كثير من العالم بيعملوها أكيد بطرق مختلفة، كل حدا عنده طريقته، وحضرناها بطريقة نباتية كثير كمان طيبة وبينفعوا بالعزايم اثنيناتهم أو إذا هيك حبينا ندلل حالنا بالبيت. هلا بدي ذوق اللي عملتهم. شو عم تاكلي من دوني؟ كيف لقطيني؟ مين فتح لك الباب؟يعني هيدي اللي بتربح؟ هي استدفنت 100%. تمام، طب يلا امشي خلينا نروح. ثانك يو. ناخذ قهوة قبل ما تفلي. اوكي. يلا.